مساء الخير، انا اسمي رندا شكري، وانا لما قررت اعمل الفيديو ده كان خلاص فاض بيا عشان خبطت كل البيبان وما فيش حد مستجيب خالص. يعني مشيت كل الاجراءات القانونيه وخلاص فاض بيا، محدش راضي يتحرك، معايا احكام قضائيه مش ومحدش راضي ينفذها. انا دلوقتي ابني متاخد مني بقاله 3 شهور، سنه اقل من سنتين، عملت كل حاجه قانونيه، وانا هوريكم دلوقتي كل الورق القانوني، وبرضه معرفتش اوصل لابني. انا دلوقتي ابني بقالي 3 شهور معرفش عنه اي حاجه، معرفش اكل ولا ما اكلش، معرفش مكانه فين، معرفش هو مع مين ولا مرمي مع مين، الله اعلم. يوم 6/7 انا جوزي اتعدى عليا، بقالي 4 سنين متجوزه، جوزي اتعدى عليا بالضرب وعمل لي نزيف وراح سايبني وماشي واخد ابني مني، ساب لي الشقه ومشي، وده كان قدام الجيران، عمل لي نزيف وضرب، ويعني كان ضرب جامد جدا، وعملت محضر في القسم في اسم الزيتون، والمحضر دوت نزل جلسه واخد فيه سنه، يعني هو عليه حكم قضائي سنه، والحكم ده ما اتنفذش. انا تاني يوم اخد الولد مني، رحت قدمت طلب لمكتب المحامي العام علشان اخد قرار ضم باستلام الولد، وفعلا يعني القرار طلع ده قرار الضم بالطفل، ان انا اخد الطفل، بس القرار ده اتنفذ بعد اسبوع. انا طبعا عشان عرفت ان ابني كان في شبرا اول يومين، واخد مني يوم الاثنين، كان 6/7، وبات في شبرا عند والدته، بات هناك لحد يوم الثلاث بالليل، وبعدين جوزي وحماتي واخو جوزي نقلوا لي الوراق شقه اخوه. رحت يوم الاربع الصبح وطلبت النجده من تحت البيت، وفعلا النجده شطت الوراق استجابت وجت، ودوت المحضر برضو اللي اتعمل في الوراق بناء على 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 النجده، ده تقرير بلاغ النجده اتعمل في شرطه الوراق، وده المحضر اللي اتعمل لي، دي صور رسميه، وده تحريات المباحث، ودي صور رسميه، دي صوره رسميه من المحضر اللي اتعمل لي في اسم الوراق. طلعنا وخبطنا على مرات اخوه، وردت على امناء الشرطه قالت لهم انا مش هفتح الباب، راجل البيت مش موجود، قالوا لها احنا مش مندوبين مبيعات ولا اي حد، احنا امناء شرطه، ومعانا حد من قرايبك، ومعانا بنت البواب. واحنا لما سالنا امناء الشرطه، لما سالوا بنت البواب قالوا فعلا، واكدوا لامناء الشرطه ان الولد جوه وجاي من بالليل. طبعا امناء الشرطه ما قدروش يعملوا حاجه عشان مش معاهم امر بكسر الباب، لو معاهم امر بكسر الباب كان قدرت اخد ابني، وما قدرتش انفذ قرار الضم. رحت بعد كده نفذ قرار الضم في شبرا عند حماتي، ده كان يوم الاثنين اللي بعده، يعني اسبوع بالظبط. ابني كان في شبرا، انا كنت عارفه ومتاكده ان هو في شبرا، رحت خدت معاون التنفيذ من محكمه العباسيه، ونزلت وخدت معاون شرطه من اسم الساحل، وحد من اسم الساحل وانا متاكده وعارفاه شخصيا، بلغهم ان انا جايه علشان انا جوزي معاه فلوس وعنده نفوس في اسم الساحل، معرفه شخصيه يعني في اسم الساحل، وبلغوه ان انا جايه. ابني اتحرك قبل ما اوصل بدقيقتين عشان في حد كان مراقب البيت، هي وحماتي وجوزي مشي من المكان كده. القرار انا معرفتش انفذه، واتعمل لي محضر ايقاف بالتاريخ اهو، وما سكتش برضه، رحت انفذ تاني بعدها يوم 12/7، رحت انفذ تاني قرار الضم برضه. كنا بنقابل اخوه، واخوه كان بيتعدى علينا ويشتمنا، وفي الاخر يروح لاسم الساحل يعمل فينا بلاغ ان احنا شتمناه، ويعمل فينا محاضر سب وكتف، وهو اللي شتمنا، ويقول ان احنا كنا جايبين ناس ازاي، وانا راح انفذ قرار الضم ومعايا امناء شرطه ومعايا معاون تنفيذ من المحكمه، يعني ازاي؟ يعني انا ابني دلوقتي بقالي 3 شهور بناء على المحاضر اللي انا عملتها ديت، انا رحت عملت جنحه اسمها جنحه امتناع عن تسليم صغير، رحت عملت جنحه واخد فيها سنه، يعني هو اخد سنه في جنحه الضرب، واخد سنه في جنحه امتناع عن تسليم صغير، وعليه حكمين قضائيين، وانا مش عارفه انفذ الاحكام القضائيه، ولا عارفه اوصل لابني. قدمت شكوى في مديريه امن القاهره في حقوق الانسان والعنف ضد المراه والعنف ضد الطفل، قدمت شكوى في مكتب النائب العام في الرحاب، انا مش ساكته. امال اكتب شكاوى على النت؟ بقالي 3 شهور بجري، من ساعه ما رجعت
الدين، ودي مش